السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، هانيين، كلشي بخير. خالتكم ديما مضاربه مع زيفه، درت الاختي خديجه واحد المقلب منقوش ليكم، فعلت ترك روجه ولا ابيض مع فايتين الدوله والطليمقات والزريبيات. قال صافي هذيك الشنطه اللي غادا بها مسافر بها عند بنتي فيها كلشي، تم لويزه تم كلشي، خرجنا منها. لكن هي قاعده كتخرج من الدار وكتخلي الباب محلول، ولكن ما كاين باس، جيرانكم الله عمرها دار الجيران، غير هو كيجي بعض المرات ما تعرف منين يجي بنادم يطلع يقدر هزة. واش غنقول لكم الحبابات؟ والله الا خرجتها منا، ولكن في الاخر قلت لها سمحي لي. ولكن قولي كيفاش درتي الطريقه؟ لحقاش في الاول انا جيت ما لقيت حد، قلت لي خالتي دخلي لقيتي باب دخلي، فاش عيطت قلت ليها التليفونات عندي غيطفوا من الشارع، وحنا خارجين وماما مخليه الباب ديال الدار الفوق مترع. ويلا جيت من عند لوسيكت في الحي الحسني مجمعه مع العائله، جيت قلت لها نشوف خديجه غدا غدا ان شاء الله، بلاتي نبرك معها شويه ونديو حتى حنا شي حاجه لاختي ماجده، اختي وبنتي وكلشي، غير دي شويه الباروك حتى حنا. ايوا الحبابات، قلت بلاتي واش غندير تليفون؟ كي غندير باغا ندير الخليجه تليفونات طافي، تليفونات طافي، غير دخلت كنزه هي الاولى يا اميمه. قالت لي قلت لها عرفتي شنو، اجي نديروه نصور لك بتليفوني نلوحو لك من عندي. وي حطات وماما كانت ديك الساعه باقا كتبلاصي في الطوموبيل في الزنقه، كنت سبحان الله قلت لها ماما انا غادي نسبقك كنطلع، حيت كنت هازه ساندويتش والمعده كترعد طالعه باغا ناكل. ايوا وصافي. وي هادي واخا قلنا لها مسروقه مباركه كتاكل كتقصي مع صح، هذا قد سرقوها قد خلوها معليش الدنيا هانيه. ايوا الحبابات ما نقولش لكم راه الصوت مريض، وخرجنا منها تسمح لي اختي خديجه. والله حنا دارت كنزه دارت التليفون في الفيترينا، خديجه كتحل تحل الفيترينا وكتشوف والو ما نصوروش، خليهم يشوفوا المقلب. واحد المقلب ما نقولش لكم وما نعاودش لكم، وتسمح لي والله يدي على خير ان شاء الله يا ربي. يلا السلام عليكم. يلا بسم الله. ساندويتش غادي خطا. يلاه صافي بنتي، الله يخليك. اش قلتي؟ اش قلتي؟ مش فاهمه.
دايره اليوم قلت لا والله ما جمعتها ماما لا راهي خلي سلسل حني انت عرفتوا شنو ماما جات وسدات عليكم الكاميرا وما شافتكمش قسما بالله عرفتي هذا كان محلول وسدات ومدت ما جابت لحقاش انا الكاميرا حاطاها وحاطه قدامها جوج لعيبات ديال الزيت ودابا هبطات كتقلب لتحت وهي غير دخلات حيد الزيفه المهم انا نحاول نطرقها المهم هاي شي نعوض على خديجه اختي ويلي مش كده ده 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 مش كده ده
ما دار حتى مصايبه جبري الله ماشي شي خطره داو لك طليمطات وداو كاع كويا يلاه بغات لهم تصالا الشفار كعرفنا وغززناه ولكن ما عرفناش باقي غيكون هذا معروف ولكن نهار يطيح في بين يدينا هيا كل العصا صحنا لايف دايرين لايف ما عرفتش شكون اللي دخل الدار بالبليزه كنا نشوف هذاك الشيء ديال مجدة ما عرفناش شي موجود ولا شي ناس دايرين لنا مقلب لا خشي احنا ما نمشي على المقالب انا جيت وشنا عرفتني عايز بدري ويشا انا خلعتني كنزام اللي عيطت لي ماما قالت لي قالت لك كنت زعما كيف ما الفوق قالت لك فوق طالع ولكن ديك الطريقه مش عيطت عليا طالعي خلعتني انا ما ردينا كاع انا عارفه ما تخلص صافي 15 درهم والله الا تخطف دابا اش غديري دابا حياتي بيوتا قاعده تشد الدار تاع زير ديال الله حنا خويا يا ويلي وبليزه كبيره واخا تكون صغيره لو كانت صغيره انا كنت نخبع لهم الكيوا صغيره دايرين شي مقلب فين هما تليفوناتكم؟ اه بعدا مزايزة نحت التليفونات بغيت ندير لكم مقلب ولكن مزايزة نحت ودايرة بيه اللايف انا طافي والله الا طافي راه واش جديد راه كنت في الحي الحسني راه جيت باش نقول لك السلامة بقيت الدار محلولة بباليزة خليني تحشو لك الكامل مره اخرى اللي دير السير وطرق والله الا قاعه وما قاينه حتى باليزه هذا هو المصلح خاص باليزه كبيره قلتي لي ورا كبيره محلوله خليتيها لي موجوده مع الطرف المعلق مع الفلك وكل شيء فيها سله وفيها شباكيات فيها الحلوى فيها داك الشيء تاع النعناع وفيها العطر اللي شريتها وفيها الزيتون ودابا غادي نجي نحط الصلاه قلت لك لا حيت ورينا التليفونات كله معدنا وي هاو
داكشي علاش. ولكن الواعره ماما انك سديتي اللعيبه وما باش لك الثلاثه. عاد شوفي شغلك اختي اختي. صافي هذا هو هو باليستك ماما. مشى لك والو ماما.